أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لا يمكن أن يكون في الصدور شيء أعظم من القرآن، فإذا رزق عبد ما حفظ القرآن ثم رزق العمل بالقرآن ثم رزق من العمل بالقرآن أنه يقوم بالقرآن في الليل فقد نال الشرف الذي لا يبارى وعلو الكعب الذي لا يجارى، وهذا هو الشرف العظيم أن يحفظ الإنسان شيئا من القرآن في صدره ثم إذا جاء الليل وأظلم قام بهذا القرآن الذي في صدره بين يدي ربه. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن دب إليك كسل وضعف فيك عزم وأنت على فراشك ذكر نفسك بهذه الآية، تذكر ولو تقولها بصوت مسموع، تردد نفس الحديث: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم استقبل القبلة وقم وأنت تتمنى على الله ذلك الوعد الذي وعده الله جل وعلا عباده. حاول أن تجمع في قلبك ما بين الخوف منه بارك اسمه وما بين الطمع في رحمته، وحاول أن تقرأ في القرآن ولو أن تعيد ما قرأت ما يرقق قلبك ويدنيك من ربك ويقربك من خالقك. فإذا سجدت فلو أتيت بعشر تسبيحات في الأول فهو أمثل تمجد فيها ربك، ثم قل كما قال كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذه وحدها وأنت في سجودك تأملها: أنت كما أثنيت على نفسك. الله جل وعلا لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد، والله يقول: ولا يحيطون به علما. فلما لم يحيط العباد بالله علما قطعا لن يبلغوا مدحته، لن يبلغوا معرفة حق الثناء عليه. فلذلك يقولون كما قال نبيهم: أنت كما أثنيت على نفسك ثم سل الله من خيري الدنيا والآخرة. هذا هو المقصد العظيم من حفظ القرآن الكريم. والمقصود رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان واعِ القلوب بطهر بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن
اقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان إن عجفونك أن تذوق مناما وذر الدموع على الخلود سجاما واعلم بأنك ميت ومحاسب يا من على صفت الجليل أقام لله قوم أخلصوا في حبه فنهارهم عبادة وصيام قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية.